وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق خطة جديدة لتحويل منظومة الخبز إلى الدعم النقدي بدلا من النظام الحالي. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي إن وزارته تعد خطة جديدة لإدخال منظومة الخبز ضمن الدعم النقدي وليس العيني في إطار خطط الحكومة المستقبلية للتحول إلى الدعم النقدي بشكل كامل. أوضح الوزير أن الحكومة تدعم الرغيف الواحد بنحو 50 قرشا في الوقت الذي يحصل عليه المواطن ب5 قروش، فيما تصل الكلفة الحقيقية إلى 55 قرشا. النظام الجديد سيتم بموجبه منح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهريا، أي 75 جنيها في أول كل شهر. الأستاذ محمد سويد هو مباشرة معنا عبر الهاتف. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. بشيء من التفصيل فقط، أطلعنا على فلسفة الوزارة في تحويل الدعم المقدم إلى الخبز من عيني إلى نقدي. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. لك للأسف حضرتك بتقرأ خبر هو خبر خاطئ وغير سليم، يعني هو نشر، هو طبعا يعني يتحمل مسؤوليته لأنه نشر في أحد المواقع. الخبر بالكلية أصلا غير سليم. غير سليم، هو نعم. خبر نشر في موقع مصراوي لكنه غير صحيح، نعم. لأنه من نقل هذا الخبر لا يدري أو لا يفهم معنى منظومة السلع التموينية. المنظومة الحالية للسلع التموينية والخبز هي منظومة ما يسمى بالدعم النقدي المشروط. حضرتك بتحصل على يعني ما نحن إزاء الآن بعدين حك ما نحن إزاء الآن في منظومة الدعم ليس دعما عينيا بامتياز، هو اسمه دعم نقدي مشروط. هو دعم نقدي مشروط لسبب، لأنه حضرتك ليك مبلغ مالي مترجم اللي هو 5 أرغفة في اليوم في 55 قرش تكلفة الرغيف في 30 يوم، يعني لكل مواطن ما يقرب من 75 جنيه. لكن هذا الرقم موجود في بطاقة اللي هي بطاقة التموين الزكي. هذه البطاقة لا تسمح لك أن تصرف هذا المبلغ إلا في المكان المخصص له، إن أنت إما أن تحصل على الخبز مباشرة أو تحصل على فارق نقاط. يعني إذا ما صرفتش الخبز تقدر تاخد سلع أخرى زي السلع التموينية بديلة للخبز. في كل الحالات احنا بنضعك في سلة السلع الأساسية اللي هو احنا بنأمن من خلالها احتياجات الأسرة بتاعتك اللي هي سواء خبز أو سلع تموينية. من كتب هذا الخبر لا يدري معنى الدعم النقدي. طيب يعني هو الخبر قد يكون يعني نسب بعض التصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية، لكن على غير الحقيقة. صحيح، على غير الحقيقة. لكن ما قلته حضرتك ربما لا يبتعد كثيرا، يعني 75 جنيه إما أن يحصل بهم المواطن على خبز مباشرة أو أن ترحل بنقاط الخبز إلى سلع تموينية أخرى أيضا ضمن منظومة التموين. لكن لا توجد خطة حالية أو مستقبلية أن يحصل المواطن على 75 جنيه نقدا، نعم. مقابل أن هو يتصرف في كيف يحصل على الخبز، لأن الخبز ده بالنسبة لنا مسألة استراتيجية. خلي حضرتك هذه المنظومة تنتج 250 مليون رغيف يوميا، حضرتك توزع على المواطنين. هذا الرقم اللي بيوزع على 80 مليون مواطن لا يمكن ان هو تحوله لفلوس والناس تاخد الفلوس ويبقى هناك طريقة اخرى. احنا بصدد هذا الموضوع، ولكن هي يعني اشبه بالمدفوعات النقدية لكن المشروطة اللي انت واخد الفلوس دي عشان تاخد بيها خبز. طيب هو منظومة الدعم المقدم للخبز على النحو الحالي مع الاحتفاظ بنقاط الخبز للحصول على سلع اخرى، كيف ساهمت في توفير بعض الدعم الذي كان يوجه للدقيق مثلا المقدم للمخابز، او الدعم بشكل عام اللي كان بيقدم من قبل الدولة، كيف اسهم في تقنينه هذه الخطوة؟ دعني اقول لحضرتك ان احنا يمكن خلال نحو 8 شهور من بداية 2017 حتى الآن كنا بنعكف على إعداد منظومة الخبز الجديدة اللي تم يعني الانتهاء من حلقاتها بالكامل، اللي هو أصبح صاحب المخبز بيدفع ثمن الدقيق مقدما بالسعر الحر، وأصبح صاحب المطحن يدفع ثمن القمح مقدما بالسعر الحر، وأصبحنا الآن نستطيع أن احنا نقدم خدمة غير مستغله. يعني حلقات التداول لا يمكن التلاعب فيها علشان الدعم بيقدم على الرغيف المنتج مش على الدقيق. بالضبط، نعم بالضبط. وده انا بقول لحضرتك انه بالحساب ساهم في تخفيض ما يقرب من 5 إلى 6 مليار مقارنه بالعام الماضي من نفس فاتوره الدعم. كان بيتم طحن 960 الف طن قمح شهريا، احنا النهارده بنطحن 800 ألف طن لنفس عدد المستفيدين، بما يعني ان كان هناك نحو 160 ألف طن بيذهبوا يعني اما بين فاقد وتالف. طيب. وما بين استاذ محمد بنعم او لا بعدين حضرتك لان الوقت تقريبا انتهى، هل نحن مقبلون على التحول صوب الدعم النقدي عوضا على الدعم العيني بشكل عام او لا؟
ما اعتقده وما يعني نحن بصدده، المنظومه الحاليه هي منظومه تسمى بالدعم النقد المشروط، اللي الموازنه العامه للدوله مقره فيها 85 مليار لهذا الغرض، واللي بيحصل فيها المواطن على خمس ارغفه يوميا، وهو ده النظام. ابتعدت ايضا عن الاجابه بناء او لا، لكن اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد سويد مستشار وزير التموين والتجاره الداخليه منضما الينا عبر الهاتف.